Monte de Achua de Nazwa. ولدينا محاولة مرور عن طريق تياغو نيفيز، خطيرة موجودة، وجول، جول أول للهلال. الهلال من الجناص ياسر القحطاني، كرة ملعوبة سليمة من تياغو نيفيز على رأس القحطاني، القحطاني ويذهب إلى إيريك جيرتس. ولاحظ الجماهير الهلالية الكبيرة جدا اليوم في الدوحة وفي ملعب جاسم بن حمد. ياسر القحطاني يسعد الهلالية، لكن كرة سليمة ملعوبة بالفعل، ما في تسلل اطلاقا، في انطلاقة سليمة خلف المدافعين. العائلات تأتي من 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 اماكن طبعا عديدة من المملكة العربية السعودية لان تكون خلف الفريق السعودي الكبير. وقول كبير للكبير ياسر القحطاني. نتكلم عن الهلال الكبير، وياتي الكبير ياسر القحطاني ويسجل هدف كبير حقيقة، هدف كبير للهلال. وياسر القحطاني مرة أخرى، ابن القحطاني مرة أخرى، وبالتالي هدف هلالي ثاني. شوف ويلهمسون العرضية، لكن يا سلام يا سلام على الجناص في أرضه، ولدينا كرة خطيرة للأمام ملعوبة، وجول ثالث، جول ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال. وتياغو نيفيز يسجل الهدف الثالث لنادي الهلال في مرمى السد. ثلاثية كبيرة للهلال وكبيرة يا كوزمن، كبيرة بالفعل يا كوزمن. المرور ممتاز، وضع يا سلام لعيب اللي هو تياغو نيفيز بالقدم اليسرى، وضع الكرة بهذه الصورة.